شفتي يا جدعان ولا ايه؟ انا هموت ولا ايه؟ ولا ايه ظروفي؟ بجد مش حاسه بشفتي خالص. ضحكيني والله. اقسم بالله ما حاسه بالجنب ده خالص. شفتي واقفه من البنج واخده حقنتين عشان ما احسش باي حاجه. انا في يوم من الايام هفقد صوتي ده خالص. صوتي انا هقعد معاك هنا. مش هتحرك. ما تخليش يزعلك. مش هزعلك. ما بعرفش اسكت يا مابل وانا ساكته. بعرف كل عارف ومش عارف يتكلم. كل عارف بس انا عندي مشكله ما بقدرش. مش قادره استحمل ولا اضغط اني عايزه افهم الجميع ان الموضوع فيه غلط. لا اللي انت فاهم ان دينا دي كده لا غيرها كده. انت فاهم غلط. في لبس في المواضيع. دينا عمرها ما مثلت في حياتها ولا بتعرف تمثل. لو واحد بس مش فاهم بس لا. انا قلتها له وش قلت له انا لا بعرف امثل ولا بتدلى. واسال اي حد لو انا بعرف امثل. هو يمكن ما بيعرفش. الباقي ما هو ده استاذ. الباقي مش كل اسئله. ليه هو احنا مش مضغوطين؟ انا مش مضغوطه؟ انهياري ده مش طبيعي يا جماعه. بتفرق اقسم بالله. انا طبيعيه. لو ضغطت على نفسي اكتر من كده مش هبقى كويسه وهطلع بالشكل اللي مش كويس في البرنامج. وغير كده هطلع من البرنامج بموقف مش طبيعي. دينا متهيألي انت الوحيده اللي يعني هنا حاسه ان انت مرتاحه. يعني لا فاهمه؟ ارتاحي شويه. لا مش هقدر اكمل بقى. انا هكلمها النهارده هتاسف لها اقول لها مش هقدر اكمل. تكملي في ايه؟ وافقتي يا ماما. ما وافقتيش انا هاجي. مش هصبر على حد. انا اسفه بجد. دينا ده من حصه رياضه؟ ايه؟ ده من حصه يعني عشان ده؟ لا حاجات كتير. انا يوم مش هتعرضني في حاجه زي دي. هتقولي تعالي. معلش دينا بس انت بعد اللي انت يعني وصلت له هنا تبقي هبله لو انت فكرت يعني ترجعي خطوه. انا راضيه عن كده خلاص. لا انت مش راضيه عشان انت اصلا ما قدمتيش كل حاجه عندك. لا فين الرضا؟ قدمت كل حاجه. ما قدمتيش. ده اخري. مش انت دينا اللي تقولي الكلام ده بالذات. ده اخري. انا لازم انقله قدام. ده اخري في المواضيع دي.